بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صفيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صفيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه
والله العظيم يا محبوب الجماهير العالم في العالم ما شاء الله والله العظيم لم نكن على مسلم علي مولانا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهل وبرا بوالديه وبرا Mm-hmm.
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال كذلك ولنجعله آية للناس ورحمة منا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاب
فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. تقبل الله منه وعمله. يا فأشارت إليه
فأشارت إليه الحمد لله.
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. ما شاء الله ما شاء الله. شيخ يا حرك هذا المقام قد مات هذا المقام وانت احييت والله العظيم. بارك الله فيكم تقبل الله منكم. خير خير ما شاء الله تقبل الله منكم. ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم وبرا ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن انت فارس القراء انت شمس القراء نجم لامع يتلاء له في سماء القراءات ما شاء الله لن نملك على انفسنا مثل هذه القراءات العظيمه والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها يا حبيبي يا شيخ مولانا أنت أربيت أنت أربيت ما شاء الله الله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يا شيخ والله لن نملك على نفسي والله العظيم. نشكرك شكرا جزيلا. نشكرك حبك في الله. حبك في الله ما شاء الله. والله.